مباراه السوبر الافريقي. وفي بدايه الحلقه قلت لكم عندي معلومه خاصه بمباراه الاهلي واتحاد العاصمه. الكلام على ان المباراه تتلعب في المملكه العربيه السعوديه مش جديد. الكلام اتقال من شهر، واحنا انفردنا هنا بالامر ده وقلنا ان الاتفاقيه اللي تمت مع المملكه العربيه السعوديه فيها بنود تتعلق باستضافه الاتحاد السعودي لمباراه السوبر الافريقي، واللي اول نسخه منها هتكون ما بين الاهلي واتحاد العاصمه. ولكن تاخير تحديد الميعاد اكيد ليه اعتبارات كتيره. طب ايه المعلومه الجديده؟ قبل ما ابدا الحلقه كنت بكلم مسؤول كبير جدا وبارز في الاتحاد الافريقي، ليه سلطه في مساله تحديد موعد ومكان السوبر الافريقي عشان نوصل للمعلومه بالظبط ايه اللي هيحصل في هذا اللقاء الاهلي واتحاد العاصمه. ماتش كان في 8 اترحل لواحد 9، ايه الموقف النهائي؟ اتقال لي احنا النهارده الاربعاء، خلال اسبوع على حد اقصى وان كان قبل نهايه هذا الاسبوع الاتحاد الافريقي هيعلن بشكل رسمي موعد ومكان السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه. تاني اتقال لي خلال اسبوع بحد اقصى وان كان ممكن قبل نهايه هذا الاسبوع هيتم تحديد موعد ومكان السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه والكاف هيعلن ده بشكل رسمي. دي اخر المستجدات عشان مش هطلع اقول اصل ممكن في نص 9، اصل الماتش هيترحل ل10. انا بقول لكم الرساله اللي وصلت لي بشكل مباشر خلال قبل نهايه هذا الاسبوع او خلال اسبوع بحد اقصى هيتم الاعلان بشكل رسمي.